بمقر عمالة إقليم أسازاغ لقاء ترابي تشاوري تحت شعار مدرسة الجودة للجامعة، نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم واد نون بشراكة مع عمالة الإقليم. ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورة الوطنية لتجويد المدرسة العمومية التي أطلقتها الوزارة الوصية لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين والشركاء حول مدرسة الغد. نلتئم اليوم لإعطاء الكلمة للفاعلين الترابيين من سلطات، من إدارات لا ممركزة، من جمعيات المجتمع المدني، من المنتخبين، كي يقدموا مجموعة من الأفكار والاقتراحات العملية. وتروم هذه المشاورات تحسين جودة المدرسة المغربية من خلال تقديم تصورات ومقترحات من شأنها إغناء النقاش وتجويد المنظومة التعليمية في أفق تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف والتكافؤ. جاء هذا اللقاء التشاوري بعد لقاءات أخرى نظمت على مستوى المؤسسات التعليمية، تم من خلالها اشتراك كافة الفاعلين التربويين بمنظومة التربية والتكوين من إداريين وأستاذات وأساتذة. اللقاء شكل مناسبة لفتح نقاش شامل على المستوى المحلي حول مدرسة ذات جودة للجميع، قوامها الحوار ووضع مقترحات ملموسة تساهم في تطوير خارطة الطريق لضمان نجاح واستدامة التدابير التي من شأنها إحداث تحول في المدرسة المغربية.